السلام عليكم أصدقائي، أهلا فيكم في قناة مو إبرة. اليوم عندنا تجربة مهاجم جديد اللي حصلته من عقد الخمس نجوم اللي هو إيموبيلي. يا شباب هذا اللاعب بيعطي عندنا بالخطة 99. يا شباب خلونا نشوف أهم إحصائيات هذا اللاعب قبل ما نجربه في الديفجن. الوعي الهجومي عنده عالي 93، وإنهاء الهجم ممتاز يا شباب 94، السرعة عنده 82 والتسارع 85، قوة الركل اللي عنده ممتازة 88، ومهارة بالرأس 82، أما الالتحام الجسدي يا شباب عنده 80. إحصائيات جيدة لهذا اللاعب إيموبيلي يا شباب. حكولي في التعليقات مع أي لاعب تعاقدته بعقد الخمس نجوم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبلش ونبدأ مواجهتنا اليوم يا شباب بتجربتنا المهاجم الجديد في التشكيلة اللي هو إيموبيلي. يا شباب نتمنى أن يكون هذا المهاجم قوي جدا ونستفيد منه في التشكيلة. هذا اللاعب اللي حصلنا من عقد الخمس نجوم، يا سلام يا سلام، لسه بنحكي عن إيموبيلي يا شباب، وسجل الهدف الأول في الدقائق الأولى يا شباب، رائع جدا إيموبيلي. يلا روديجير اضغط، سجلنا عن طريق إيموبيلي الهدف الأول، لسه بدنا نسجل المزيد من طريق إيموبيلي. يا سلام، يلا ليو ميسي، ميسي نحاول نعطيها لإيموبيلي، يا سلام على اسيست ميسي. يلا إيموبيلي نحاول نسجل، يا سلام على التسديد الصاروخية والهدف الثاني عن طريق اللاعب الجديد يا شباب إيموبيلي. يا سلام يا سلام، هدفين على التوالي عن طريق هذا المهاجم الرائع الصراحة اللي تعاقدنا معه عقد الخمس نجوم. يلا إيموبيلي، إيموبيلي تمريرة نيمار، نحاول نعطيها لميسي، نضغط نيمار، يا سلام حلوين دومبلي، نعطيها لميسي، ميسي نرجعها لندومبلي، نرجعها لليو، وينك يا إيموبيلي؟ يا سلام حلوة حلوة كانت فرصة، اضغط يا جوارديولا. يلا توموري، ثيو نحاول نعطيها لنيمار، يلا نيمار مش نيمار، نحاول نعطيها لإيموبيلي، يا سلام حلوة التمريرة. يلا إيموبيلي والتسديدة الصاروخية، يا سلام على الفرصة عن طريق إيموبيلي يا شباب، حلوة الفرصة عن طريق إيموبيلي، تسديدات إيموبيلي قوية جدا يا شباب. الوعي الهجومي عنده عالي، وإنهاء الهجمة برضو عنده عالي يا شباب. يلا جوارديولا نركز في هاي الركنية، يلا جوا كانسيلو، ممكن تكون مرتدة خطيرة، شوف الخطأ اللي ارتكبناه على طريق روديجير يا شباب، لازم نركز في الدفاع، هاي خطيرة هاي خطيرة، يغطي جوا كانسيلو، سجل خصم الهدف الأول إله في المباراة. يلا مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة يا شباب، لازم نسجل الهاتريك يا شباب عن طريق إيموبيلي. لحد الآن هذا مهاجم قوي، يا سلام يا سلام يا سلام، يلا ندوملي إيموبيلي، إيموبيلي تسديد، يا كمل يا ميسي، يلا يلا ميسي، حاول نركز في الهجمة يا شباب، ميسي نحط، ضاعت الفرصة. يلا فابينيو اضغط، يا سلام شوف الخطأ، يلا إيموبيلي والتسديدة القوية، يا سلام إيموبيلي، وسجلنا الهاتريك يا شباب في الشوط الأول عن طريق هذا المهاجم القوي. شوف الاحتفالية الجميلة عن طريق إيموبيلي، روعة روعة الهاتريك يا شباب في الشوط الأول، في أول مباراة بنجرب فيها هذا اللاعب. يلا جوا كانسيلو، ميسي رجع لجوا كانسيلو، نحاول نعطي عرضية يا شباب لإندومبلي، هل ممكن نسجل السوبر هاتريك يا شباب عن طريق إيموبيلي؟ لازم نركز، يلا جوا كانسيلو، إندومبلي، يلا إندومبلي نحاول نعمل عرضية لإمبولي، إيموبيلي حلوة الرأسية، يلا إندومبلي، يا سلام حلوة التمريرة من إندومبلي، يا سلام، يلا ميسي، ميسي نحاول نعمل عرضية لنيمار، اضرب يا نيمار، كان ممكن تكون رأسية قوية جدا يا شباب، يلا جوا كانسيلو، رجع لفابينيو. تخربطنا في التمرير يا شباب، اعتقد انها فاول، فاول هي اصلا، وقفنا اللعب خلاص، اعتقد انتهى الشوط، وانتهى الشوط الاول يا شباب، وسجلنا هاتريك عن طريق إيموبيلي في الشوط الاول. خلينا نشوف الشوط الثاني ممكن نسجل السوبر هاتريك. يلا جوارديولا اضغط، حلوه يا سلام، إيموبيلي إيموبيلي نعطيها نيمار، نركز يا سلام يا سلام، سجل تسديده صاروخيه عن طريق إيموبيلي، يا سلام بالقدم اليسرى، تسديداته الصاروخية خرافية يا شباب، إيموبيلي رائع جدا. خصم انسحب، شكله خصم ينسحب يا شباب، لسه بدنا نجرب. يلا جوارديولا فابينيو، المباراة الثانية في تجربتنا لإيموبيلي. يلا نيمار، نيمار امشي نيمار، يا سلام على السرعة،
نيمار وينك يا موبيلي؟ تسديد ورا، يا السلام بالرأس بالرأس إيموبيلي يا شباب، روعة روعة. في مباراة ثانية مجرد فيها إيموبيلي ويسجل الهدف الأول. فابينيو، ميسي. المباراة الثالثة يا شباب مجرد فيها إيموبيلي، يلا جوا كانسيلو، يا سلام حلوة التمريرات. ميسي يمشي ليو، يمشي ليو، يا سلام اندومبلي، كمل يا امبولي، يا سلام يا سلام ايموبيلي، ايموبيلي يا شباب. هذا المهاجم رائع جدا، في كل مباراة قاعد بيسجل يا شباب. مباراتنا الرابعة يا شباب تجربتنا ايموبيلي، اضغط نيمار، حاور مرة لامبولي، يلا سلام، يا سلام تسديدة يا ولد يا ولد يا ولد، سجل في الزوايا الصعبة يا شباب، روعة روعة. هذا المهاجم بيعطي بالخطة 99، يلا فابينيو، مي، يا سلام غوارديولا، نعطي ثيو، نيمار، نحاول نعطي ايموبيلي بالعارضة، فرصة رائعة جدا ايموبيلي، يلا لوكا نحاول تسجل، يلا جو كانسيلو، ثيو، نيمار، نيمار، ايموبيلي تضيع للمرة الثانية، كملها يا ايموبيلي، يا سلام يا سلام، القوة البدنية عنده، الالتحام الجسدي جيد يا شباب. والهدفين في هاي المباراة عن طريق ايموبيلي، مهاجم قوي جدا الصراحة، استفدنا منه في التشكيلة. يلا غوارديولا، نيمار، حاول نخترق، حاول مرة لايموبيلي، يا سلام امشي يا ايموبيلي، لا تضيع يا ايموبيلي، ضيع الفرصة، ضيع الفرصة، كان ممكن تسجل هاتريك عن طريق ايموبيلي في المباراة كمان. ركز في الركنية، يلا غوارديولا، ايموبيلي بالرأس، برضو ضاعت. يا سلام يلا نيمار، نيمار حاول نخترق، تمريرة يا سلام على تمريرات نيمار وميسي يا شباب لايموبيلي، ايموبيلي ولوكا مودريتش، يا سلام سجلناها اخيرا، عملنا اسيست من ايموبيلي للوكا مودريتش وسجل الهدف الثالث في المباراة يا شباب. يلا يلا نيمار، يا سلام على التمريرات حلوة، مشي نيمار، نيمار رجعها لثيو، وينك يا ايموبيلي بالراس، صدها اوليفر كان الخرافي يا شباب، يضغط جوا كانسيلو، يا سلام نيمار، لوكا مودريتش، يمشي نيمار، اخترق نيمار، اخترق نيمار، يا سلام يا سلام على الار 2 من نيمار يا شباب، يا سلام على الار 2 من نيمار، كانت صعبة نمرها لايموبيلي، وقررنا نعمل كرة ملتفة عن طريق نيمار، رائعة جدا. يلا نيمار، نيمار ولوكا مودريتش، يا سلام لوكا، لوكا وليو، هدف الخامس في هالمباراة يا شباب، كنا بدنا نعطيها لايموبيلي ولكن يعني راحت الكرة لميسي. وهذا كان الفيديو لليوم يا شباب، تجربتنا لهذا المهاجم الرائع جدا ايموبيلي، احكوا لي يا شباب عقد الخمس نجوم مع اي لاعب تعاقدتوا فيه، واحكوا لنا رايكم عن هذا المهاجم ايموبيلي في حال تعاقدتوا معه وجربتوه من قبل في اللعبة. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.